السلام عليكم شبابي بزينه ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده اليوم راح ندخلوا حصه رقم 22 حصه خاصه بتوليد اشاره الساعه باستخدام بوابات المنطقيه ان او 555 هذه الحصة قسمتها لكم ثلاث مستويات المستوى المبتدئ من دقيقة الأولى إلى دقيقة 24.20 ثانية المستوى المتوسط من دقيقة 24.20 ثانية إلى دقيقة 42.08 ثانية والمستوى المتقدم من دقيقة 42.08 ثانية إلى نهاية من يريد الوصول إلى البث المباشر ما عليه الضغط على هذا الرمز فيجد يجد كل روابطنا موجوده في صندوق الوصف، ابحث عن رابط زوم وتجدون رابط خاص بمجموعه الفيسبوك وفي نفس الوقت رابط خاص بانستغرام. آه زاك تشوف معايا في الشاشه، شوف معايا في الشاشه هذا وش هو؟ هذه <applause> شخصيه تعرفها قد التدريس ديما نمد لكم حاجه باه المعلومات تروح للذاكره مدى البعيد ما تنسوش عليها، من تشوف لوفي تفكر اشاره الساعه. هكذا شوف معايا أوش. في الشاشه هذا لوفي وش هو؟ بدون اكسجين اسكو يقدر يعيش ولا ما يقدرش يعيش انسان بصفه عامه باه يعيش لازم له ذكي اخي لازم له اكسجين هكذا لو كان تقطع عليه الاكسجين الانسان واش راح يصير له يموت يموت هكذا بنفس الطريقه بنفس الطريقه الجهاز الكمبيوتر هذا لو كان ما تعطيهوش الطاقه الكهربائيه يشعل ما يشعلش يشعل واش معناتها معناتها الاكسجين تاع الكمبيوتر هو الطاقه الكهربائيه هاي ركز معايا مليحه زكي تخيل لو كان مثلا لو في هذا نمد له اكسجين مباشرة يبقى غير يجبد الاكسجين اسكو يقدر يعيش ولا ما يقدرش يبقى غير يجبد الاكسجين ما يقدرش اش ما يقدرش اذا كيف يوزع الاكسجين في رئتيه تاعو كيف يوزعهم عن طريق واش عن طريق واش عن طريق شهيق وزفير يعني واش معناتها معناتها الانسان باه يعيش لازم له الاكسجين في نفس الوقت هذا الاكسجين واش لازم له لازم له يستنشقه وفي نفس الوقت يعاود يخرجوا واش لازم له راك تلاحظ هذه الاشاره وكانه عباره عن اشاره دوريه اللي هي شهيق من بعد واش لازم يجي بعدها زفير بعد وش هو شهيق من بعد واش يجي زفير تلاحظ هذه الطريقه تاع الانسان التنافس تاع الانسان ولا طريقه الدقات القلب منا خدموا بها الميكرو معالج وميكرو كونترول انطلاقا بصناعه عنصر جديد اللي هو اشاره الساعة شوف معايا زكي جهاز كمبيوتر لو كان مدلو طاقه كهربائيه فقط ما يدير لك حتى حاجه ما يدير لك حتى حاجه كما الانسان لو كان تعطي له اكسجين ما يقدرش يعيش لازم يستنشق وفي نفس الوقت الزفير الانسان لو كان يستنشق لو كان يتنفس عن طريق الشهيق والزفير في الحاله واش يقدر يدير عمليه حسابيه عمليه منطقيه وعمليه رياضيه ولا حركيه هكذا حتى جهاز كمبيوتر تعطي له طاقه كهربائيه ما يدير والو يكون جهاز خامل مي لو كان تزيد له اشاره الساعه واشاره هذه وش فيها؟ فيها مستوى العالي اللي هي واحد منطقي ومستوى الادنى صفر منطقي، واحد منطقي صفر منطقي، مجرد تمد له اشاره ساعة جهاز كمبيوتر وش يدير؟ يقوم بعمليات حسابيه ومنطقيه كما كتلاحظ درك تشاهد في التلفاز لازم يعني اهم حاجه في الجهاز كمبيوتر باش يمشي لازم اول حاجه الطاقه الكهربائيه وثاني حاجه الطاقه الكهربائيه المتقطعه اللي هي اشاره الساعه شوف معايا زكي زكي شفت لاحظ معايا في اشاره الساعه واش كاين فيها خط هذا باللون الاصفر واش هو واش نسميه نسميه زمن المستوى العالي نسميه تي اش هكذا صحيح وداك تي صحيح وهذا المستوى المنخفض الصفر واش نسميه نسميه تي ال واش نسميه مستوى المستوى واش م... هو زمن المستوى المنخفض صحيح واش راك تلاحظ تي اش مع تي ال شي مدولي مع بعضهم شي مدولي مدوا لي دور تي صحيح يعني الحصه تاع اليوم تاعنا واش راح نديرو راح نولدوا اشاره هذه اللي فيها تي اش زمن المستوى العالي وفيها تي ان زمن المستوى المنخفض ومجموعهما يساوي دور تي فاهمين عليها تي. حد الان زكي زكي هيا بالنسبه للترمينال بالنسبه للسنه الثالثه عندكم عندكم زوج حوايج راح تولدوا بهم اشاره الساعه كاين العنصر الاول اللي هو ان 555 وهذا اهم عنصر في العالم كامل اللي راح يولدوا به اشاره الساعه وكاين العنصر الثاني واش هو توليد اشاره الساعه باستخدام بوابات نفي سياموس اللي هي نقدر نخدموها بوابات نوت ولا بوابات ناند ولا بوابات نوت المهم لازم البوابه واش لازم تكون تكون منفيه راك معايا من بعدها لو كان نجيبو ان او 555 ولا نجيبو البوابات وحدها ما تمدناش اشاره الساعه لازمنا اهم عنصر في التركيب واش هو اللي هو المكثفات باسكو المكثفه هي اللي فيها الشحن وهي اللي فيها التغيير لو كان ما نجيبش المكثفه ما نقدرش نخدم اشاره الساعة وفي نفس الوقت مع المكثفات اش لازم نزيدوها الزكي لازم نزيدو المقاومات، علاه لازم نزيدو المقاومات؟ باه نعطلو في الزمن الشحن ونعطلوا في الزمن التفريق، باه نتحكمو في الزمن الشحن والزمن التفريق، راك معايا. هيا الحصة تاع اليوم رايحين ندرسوا ال او 555، الحصة تاع اليوم راه جمع راه تكون دار ما فيهاش تمارين، مي لازم تفهموا مليح ال او 555، ماذا بيا توصلوا للمستوى المتقدم. روحوا لـ no 555 وشكت راك تلاحظ زكي فيها قطب ان 555 yeah. فيها ثمانيه اقطاب جماعه القطب الاول اللي هو جراوند اللي هو الارضي اللي يربط بالماخذ الارضي والله بالناتر القطب الثاني واش هو اللي هو تريجر اللي هو القدح والله الاعتاق والله التحريم بعد نشوف شو وظيفته على سر هكذا القطب الثالث هو اهم قطب هو اللي يمد اشاره الساعه اللي هو اوت اللي هو المخرج وقطب ربعة كلير اللي يمشي بالبار آه، كلير بار اللي يمشي مستوى الادنى اذا واش وظيفه القطب أربعة مس لو كان نحب نمسح ذاك الاشاره تاع آه، لازمني ناكتيفي قطب أربعة صاي والقطب خمسة اللي هو كونترول اللي هو قطب المراقبه او سيطرة بعد نشوف ان شاء الله باذن الله وقطب ستة اللي هو العتبه لا سمو العتبه بعد نشوفه كنديرو تطبيقيا و القطب السبعه هو اللي ديشارجي راح للمقحل ولا يدي اه للمكثفه بعد شوف كيف يخدم واخر قطب هو قطب التغذيه اللي هو في سي سي هذه هي لمحه لوش على واش على ان او 555 فاهمين زيك هكا ما كاش اشكاليه بعد عرفوا الارقام ونفهمهم مليح لازمنا حتى نبداو نتعمقوا بشوي هكذا هيا روحوا اللي بعدها شوف هذا نبداو بالمستوى المبتدئ هكذا المستوى المبتدئ المبتدئ اجمع هذا من هذا المستوى المبتدئ للتلميذ ليست لديه قاعده في الهندسه الكهربائيه شغل واحد ما عنده والو في الهندسه الكهربائيه راح نمشي له تاعو اليوم آه، ثاني طالب مراسله كاين جماعه اللي بالمراسله التكوين تاعهم راح يكون ضعيف راح يحتاجوا الحصه بزاف بزاف ولا لتلميذ بكالوريا حر كان يدرس تخصص اخر كاين طلاب يقراو عندي كانوا علوم تجريبيه كانوا رياضيات وبدلوا التخصص هندسه الكهرباء تفضل زكي اي قالت لك ايناس هذيك شرح لي معنى القدح قولها قولها مزال مزال, مزال. لازم حتى ندخلوا من بعد نفهموا شو وظيفتها جماعة لو كان نعطيكم اسامي وما تقدرش تفهموا بصح كي نعود التركيب المستوى الثالث متقدم ما تفهموا معناتها القدح ولا التحرير ولا الاعتاق هكذا بالعربيه الترجمه تاعو شويه ناقصه على هذه ما توصلكمش المفهوم الدقيق ما يوصلكمش ليه. صاي هيا روح لي بعدها زكي زكي راح نبداو بالمستوى المبتدئ هكذا المستوى المبتدئ المستوى المبتدئ اول حاجه جماعه كي مد لك ان او 555 راك تشوف زكي اول حاجه كي تشوف ان او 555 ركز على حاجه واش يقول لك؟ يقول لك اولا يجب ان يكون قطب اثنين مربوط مع قطب سته باهي ان او 555 باه تولد لي اشاره ساعه عندها لازم قطب اثنين يكون مربوط مع سته يكونوا كتله واحده لو كان ما يكونوش مربوطين مع بعض زكي راح يعطي تركيب اخر عنده وظيفه أخرى إذا أول حاجة باه تفهم أن 555 ركز على قطبة 2 وركز على قطبة 6 شفت كيف خدمت مع زكينا راك تلاحظ بلي كتلة واحدة ثاني حاجة جماعة كي عود شخص مبتدئ ثانيا استخرج عبارة الضوء، تا واش مطلوب منك ما تقراليش بنيه داخليه وشرف داخل مباشره تخرج لي عباره الدور. مجرد انه تلقى 6 مربوط مع اثنين، واش وظيفة ان NO أو 555؟ 555 وظيفته توليد إشارة ساعة، من بعدها مباشرة روح خرج إشارة عبارة الدور، بلا ما تقرأ الأسئلة. يا زكي؟ إذا عبارة الدور زكي، شوف تي واش يساوي دور تي هذه ختولد إشارة ساعة، معناتها تي واش يساوي؟ شوف واش يساوي؟ بالعقل، هذيك المستوى الثاني إن شاء الله، وش تساوي؟ تساوي مقاومة المكافئة أثناء الشحن، زائد مقاومة المكافئة أثناء التفريغ، الكل ما بين قوسين في سعة المكثفة هذه اللي هي سي2 في الان 2 هذا بالنسبة لشخص المبتدئ احفظ القانون هذا ودوك نلقاو هذا القانون يحل لي كل المشاكل تاعي صحيح اذا واش تساوي الدور تي واش يساوي يساوي مقاومة مكافأة اثناء الشحن زائد مقاومة مكافأة اثناء التفريق الكامل في سعة المكثفة المكافأة اللي هتخدم تخدم هنا في الان 2 شوف معايا زكي واش معناتها المقاومة المكافأة اثناء الشحن جماعة يقول لي استاذ واش هي المقاومة المكافأة اثناء الشحن اقراوا هذه الملاحظه واش يقول لك بعد المقاومه مكافاه ابن الشح اتبع مسار التيار من في سي سي الى المكثفه سي واش معناتها؟ معناتها تبع التيار من في سي سي من هنا ومشي مشي مشي حتى تصل مكثفه التيار اللي مقاومه اللي يمر عليها التيار تدخل في مقاومه الشح هكذا زكي روحوا لي بعدها واش معناتها مقاومه المكافاه اثناء التفريق واش يقول لك اتبع مسار التيار من واش تبدا من مكثفه سي الى القطب رقم سبعه واش معناتها بعد ما تشحن المكثفه راح تفرغ نتبعوا اتجاه تيار من المكثفه نمشيو نمشيو حتى نوصلوا القطب سبعه هي المقاومه اللي يمر عليها التيار في اثناء من مكثفه الى قطب سبعه تدخل في مقاومه التفرغ هما هذه يا زكي نزيد دونك انت... نزيد ندقق فيها اكثر باش اكثر اذا واش نقولوا دور كما هنا دور تي واش يساوي من هذا التركيب اعطيني لمحه زكي واش يساوي دور تي هنايا مرة واحد زايد ار زايد ار R2 في في سعة المكثفة في ار 2 صحيت هاي ما شاء الله زميلكم خدمها ديريكتومون إذا تي جماعة وش يساوي هاي نبداو نخدموا تي واش يساوي واش قلنا يساوي المقاومة المكافأة أثناء الشحن شوف شحن دير جماعة شفتو نبدا من في سي سي ونمشي حتى نوصل المكثف شفتو هذا, هذا الخط الأصفر وشحن هذا الخط الأصفر واش راح منه مقاومة الشحن واش تلاحظوا هذا الخط الأصفر فات على مقاومة R1 وفات على مقاومة R2 باه وصل مكثفة C مكثفه سي C2 هكذا إذا وراكم تلاحظوا بلي مقاومة R1 و ار 2 على التسلسل يمر عليهم نفس التيار إذا المقاومة المكافأة تاعهم واش تساوي هاني لونت لكم باللون الأصفر إذا مقاومة مكافأة 12 واش تساوي تساوي R1 زائد R2 هنا طبقنا الأولى زائد 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 واش مقاومه المكافئه اثناء التفريغ واش قلنا مقاومه اثناء مقاومه المكافئه اثناء التفريغ اتبع مسار التيار من سي الى قطب 7 شافوا؟ انا يعني خدمتها لكم باللون البنفسجي التيار من يجي يجي من المكافيه سي 2 يمشي يمشي, يمشي لازم يروح للقطب 7 ما يهمليش القطب 2 و 6 مع اوكي اذا واش راكم تلاحظوا التيار مر عبر مقاومه R2 فقط اذا واش هي مقاومة التفرغ في هذه الحاله هي R2 فقط اذا الاول تاعكم باللون البنفسجي باتتضح إذا واش تساوي دوت تي يساوي ار 1 زائد اثنين هي مقاومة المكافأة أثناء الشحن زائد ار اثنين هي مقاومة أثناء التفريغ في سعة المكثفة المكافئة في هذا التركيب واش كاينة مكثفة واحدة جماعة هذه المكثفة سي واحد ما تهمناش سي واحد شو وظيفتها وظيفتها تساهم في استقرار إشارة الخروج حنا نركزو ديما قطب سي اثنين اللي مربوطة بقطب اثنين وقطب ستة إذا الكل في سعة المكثفة المكافئة اللي هي سي اثنين في الان اثنين آه آه <تكلم> <تكلم> هذا هو بالنسبة لدورتي صاي إذا نجمع كي يجيك السؤال على أن أو 555 أول حاجة شوف اثنين مع ستة إذا لقيت مربوطين مع بعض معناتها تولد إشارة ساعة ثاني حاجة واش لازم تدير استخرج عبارة دورتي عبارة الدورتي واش تساوي تساوي مقاومة مكافأة نشع حكينا عليها زيد مقاومة مكافأة أثناء, حكين اثناء التفرق حكينا عليها في ساعة المكافأة <ihremhn>! في ألا من بعدها كيف تصرف زكي مع الأسئلة من بعدها السؤال مش حيقول لك مثلا احسب لي دارتي قادوش يقول لك احسب لي ار 2 قاعد يقول لك احسب لي ار واحد قاعد يقول لك احسب لي سي اثنين هكذا زكي اذا في هذه الحاله ديما نخرج الدور هو الاول ومن بعدها اخر حاجه ثالثا كيف تتعامل مع ان 555 ثالثا استخرج عباره المجهول وطبق عدديا مثلا انا هني خرجت دورتي مثلا طلب مني زكي طلب مني مثلا مكثفه سي اثنين قال لي احسب سعه المكثفه اثنين اذا خرج لي عباره المجهول سي اثنين سي اثنين واش تساوي في هذه الحاله؟ واش تساوي سي اثنين؟ نديوها من الشيخ نعاودو نجيبو تي من هنا. صحيح تولي آه أ... آه ايوه صحيح تش تولي تولي تي على وكي نقولوا ار1 ار2 2 على هام جداء معامل يولي على قسمه تولي تي على ار1 زائد ار2 زائد ار2 في الن2 ونلقوا السي بعد ما نلقوا عباره السي 2 واش نديروا زكي نديروا تطبيق عددي عوض بالقيم تاعك. جماعه ماشي راح نخرجكم السي والار1 والار2 في الحصه تاع اليوم، الحصه هذه راها خاصه بالدرس، راح نفهموا مليح مليح وشي تولي اشاره السعر. الحصه تاع الخميس راح تكون سبيسيال للتمارين ان شاء الله هكذا هذا المثال الاول صاي روحوا مثال اثنين الزكي شوف المثال الثاني واش عطى لك عطى لك ان آه... او 555 باه نولدوا اشاره تسعة واش لازم نشوفوا زكي واش على واش لازم نركزوا اول حاجه واش لازم نركزوا يجب ان يكون قطب اثنين مربوط مع سته كما تلاحظوا اثنين راهو مربوط مع ستة معناتها بما انه ستة مربوط مع اثنين هذه واش وظيفتها توليد اشارة الساعة من بعدها ثاني حاجة واش نديرو الزكي واش نديرو نروحو نشوفو نخرجو وح... نخرجوا عبارة تي، ما تقوليش نحسبه نبدا ديما نخرج عبارة تي قبل ما نشوف السؤال اذا واش نديرو ثاني حاجة واش نديرو خارج عبارة دور تي عبارة دور تي عرفناها مقاومة المكافأة اثناء الشحن زائد مقاومة المكافأة اثناء التفريغ في سعة المكثفة في أنا اثنين وقلت لكم واش معناتها مقاومة مكافأة أثناء الشحن وقلت لكم واش هي مقاومة مكافأة أثناء التفريق هاي نخرجوا المقاومة المكافأة أثناء الشحن والتفريق شوف معايا الزكي واش قلنا بنخرجوا المقاومة المكافأة أثناء الشحن نتبع التيار من واش من في سي إلى غاية وصول إلى المكثفة سي واحد صاي إذا دورتي واش يساوي شوف معايا يساوي المقاومة المكافأة أثناء الشحن بهذا الشكل إذا شوف ديت نرسم بخط الأصفر بعد كي نوصل النقطة هذه شنو تلاحظ زكي لاحظ باللي عندي أه. تفرع، تفرع الأول فيه مقاومة ار 12 وتفرع الثاني فيه الديود، جماعة، ادوها من عندي كخلاصة ولا كنصيحة، وين تلقى ديود في استقطاب مباشر على التوازي مع عنصر كهربائي، لازم يكون وحدة واش واحد. وظيفته؟ وظيفته القصر، يقصر المقاومة التي توازي بشر، واش لازم يكون ديود؟ لازم يكون استقطاب مباشر هذه وحدة يمشي مع نفس الاتجاه التيار هكذا يمشي نفس الاتجاه التيار اش معناتها السهم هذا تاع التيار يكون نفس الاتجاه تاع المثلث هذا ولازم واش لازم يكون باهي قصرا زكي لازم يكون على توازي وحده ما كاش مع حاجه اخرى على التسلسل ما كاش معاه مقاومه على التسلسل في الحاله التيار واش يختار يلقى طريقين طريق فيه المقاومات والطريق في السهل اذا التيار واش يتبع الطريقه السهل اذا وين يروح يروح عبر ديور دي اثنين ومن يروح يروح للمكثفة اذا زكي واش هي المقاومه الشحن هنايا اذا المقاومه الشحن هي ار 11 فقط، علاه ما دخلتش ار 12، لانه تم قصرها عن طريق ثنائيه الدور التي توازيها في الاستقطاب المباشر. صحيح، إذا، إذا، هاني يعني لونتها لكم باللون الاصفر، إذا كاينه مقاومه اثناء الشحن، كاينه مقاومه واحده اللي هي ار 11، إذا تي وش يساوي؟ يساوي ار 11، هاني يعني كملت مقاومه المكافأة اثناء الشحن، وين وصلنا الزكي؟ قلت واش قلت لك؟ خرجنا المقاومة المكافأة اثناء الشحن اللي هي ار 11. دوك واش بقى لي بقى المقاومه المكافاه اثناء التفريق اذا المقاومه اثناء التفريق واش لازمنا نديرو نتبعوا مسار تاع من المكثفه لازمنا نروحوا للقطب 7 اذا كي نخدموها بلون البنفسجي لاحظوا باللي التيار يمر عبر مقاومه واحده اللي هي r 12 وما يمرش عبر ديود جماعه منا علاه لانه في الاستقطاب العكسي والديود في الاستقطاب العكسي ماذا يمثل يمثل قاطعه مفتوحه وبالتالي التيار ما يروحش دارة مفتوحه يروح الدارة المغلقة أوبليجي عليه التيار يمر عبر مقاومة أثنين اللي لو لكم باللون البنفسجي زكي وش معنى عشان يحب نوصل لكم فكرة وش معنى راجعة كي تجيكم أن خمس مئة وخمسة كي تلقى ستة مربوط مع أثنين جيب زوج ستيلوات ستيلو مثلا باللون الأسود تخرج به دارة الشحن حتى توصل مكثفة من في سي سي حتى توصل مكثفة وستيلو باللون الأحمر تبع مسار من مكثفة القطب السبعة تخرج منه مقاومة التفريق، صايي. إذا هنا مقاومة التفريق يا جماعة واش هي؟ اللي هي r 12 فقط. إذا دورتي واش يساوي؟ يساوي r 11 زائد r 12 الكل فيه، كذا كاينة مكثفة هنايا يعني. اللي مربوطة في ستة. كاينة مكثفة وحدة اللي هي سي واحد الكل في الان اثنين. جماعة هذا مستوى مبتدئ، هذه الان اثنين احفظها. صايي؟ احفظ القانون هذا اللي هو دورتي. زاكي هذا بالنسبة لواش؟ مثال رقم اثنين راني نعاود ندير في التكرار باه يقعد شخص مبتدئ باه اللي يشفع عليها وما قانون ان شاء الله هيا يا جماعه روحوا لي بعدها زكي هذا هو مثال رقم اثنين ذكروا روحوا مثال رقم ثلاثه زيد تتضح الفكره اكثر واكثر هيا روحوا المثال ثالثا بعد ما خرجت عبار عبارة دورتي ثالثا استخرج عبارة في المجهول وطبق عدديا هذا يطلب منك احسب ار 11 قادر ار 12 قادر سي واحد قادر تي وهذه واش هي راجعه رياضية، أنت وخدمة تاعك أوكي روحوا المثال رقم ثلاثة مثال رقم ثلاثة هذا التركيب واش وظيفته الزكي واش وظيفة هذا التركيب إشارة ساعة توليد إشارة ساعة كيف عرفتوا توليد إشارة ساعة؟ ستة واثنين كتلة واحدة مربوطين بالمكافئة صحيح حابين نخرجوا عبارة دور تاع هذا التركيب أول حاجة واش رانا نلاحظوا نلاحظوا بالاثنين وستة مربوطين مع بعض إذا مش نقولوا هذا هذا التركيب توليد إشارة الساعة باستخدام أن NO أو 555 هذه أول حاجة ثاني حاجة لو كان نجي نخرج الدور الدور تي يساوي يساوي مقاومة المكافأة اثنين الشحن زايد مقاومة المكافأة اثنين تفرق في ساعة المكافأة في آلان اثنين من بعدها نخرج المقاومة المكافأة اثنين الشحن كيف نخرجوها نجيبوا ستيلو باللون الاخضر ولا احمر نبداو من الفي سي سي حتى نوصلوا المكثفه كما راني نخدم باللون باللون الاصفر شوف معي التيار يمر عبر ار واحد وبعدها يمر عبر مقاومه متغيره في ثم يمر عبر مقاومه r R2 اذا كذا كاينه مقاومه هنا فايت عليها التيار ثلاث مقاومات موصولين على التسلسل اذا المقاومه المكافئه هي هذه لو لوثتها لكم باللون الاصفر هذه المقاومه الثلاثه اذا المقاومه المكافئه اثناء الشحن ماذا تساوي؟ تساوي r 1 زائد P زائد r R2 باسكو راهم على التسلسل زائد مقاومه المكافئه اثناء التفريغ نبدا من 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 قطب المكثفه حتى نوصل قطب رقم سبعه انا خدمتها لكم بلون البنفسجي واش راكم تلاحظوا بدا كاينه مقاومه هنايا كاينه مقاومه اثنين وكاينه مقاومه P اذا باش نقولوا زايد مقاومه التفريغ اللي هي r 2 و P الكل في سعه المكثفه اللي هي c واحد ايوا الكل في L2 الكل في الان اثنين هنا خرجت العباره الدور T. بعد كي نجمعهم ار1 متكرر ار1 زائد 2 بي باسكو عندي بي زائد بي تساوي 2 بي زائد 2 ار2 باسكو عندي ار2 في الشحن ار2 في التفريغ في سي1 الان 2 من بعدها شوف السؤال واش يطلب منك اسكو يطلب منك دار تي ولا لا فريكونس ولا ار1 ولا بي ولا ار2 ولا سي1 من بعدها خرج عباره المجهول وكي تخرج عبارة المجهول ديال تطبيق عددي هذه الامور يا جماعه نحكي عليهم في التمارين اوكي انا راني نخلي نعلم فيك كيف تتعامل مع انه 555 في نفس الوقت كيف تخرج عبارة الدور تي كي تخرج عبارة الدور تي راك حليت المشكل تاع وخمسة 555 هكذا زكي روح لي بعدها زيد نعطيك هذا مثال زكي زكي اعطي لي عبارة لهذا المثال بسرعة ما تطولش هيا اعطي لي عبارة الدور الشيخ <applause> ار واحد زائد ار ايوه زيت ارثين زيت ارثا صحيح في في صحيح آدم. صحيح ما شاء الله عليك اذا زميلكم خدمها صحيحه اذا اول حاجه واش لازمنا نشوفوا قطب اثنين مربوط مع سته باه نقولوا وظيفه هذا التركيب توليد اشاره الساعه باستخدام ان NO او 555 من بعدها واش راح نشوفوا نخرجوا عباره تي المبتدئ تي وش يسوي مقاوم المكافاه اثناء الشحن زائد مقاوم المكافاه اثناء التفريغ الكل في سعة المكثفة المكافئة في آلان اثنين من بعدها هنبدأ نخرج المك... مقاومة المكافئة أثناء الشحن واش لازم نتبعه نتبعه تجاه التيار من في سي سي حتى نوصل المكثفة واش راكم تلاحظوا تيار ما مبرع... تيار مرة عبر آر واحد ثم آر اثنين فوصل المكثفة التيار جماعة ما يروحش القطب سبعة مستحيل يروح قطب سبعة أثناء الشحن لأن قطب سبعة يحتوي على ترانزستور فهذه هذه اللحظة واش يكون مانع يكون قاطعة مفتوحة راح نشوفها في المستوى المتقدم. إذا باللون الأصفر المقاومة اللي مرت عليهم ار1 و ار2 إذا دورتي ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن تساوي ار1 زائد ار2 الكل زائد مقاومة المكافأة أثناء التفريغ واش هو؟ نتبع اتجاه التيار من المكثفة حتى نصلوا قطب سبعة. إذا التيار يمر عبر ار2 ومن بعدها يمر عبر ار3. لونتهمكم باللون البنفسجي بتتضح الرؤية. إذا المقاومة المكافأة أثناء التفريغ ماذا تساوي؟ تساوي ار2 زائد ار3. نكتب هنا ار2 زائد ار3. الكل الكل في واش؟ في سي1 كل في الان 2 هكذا. آه زكي هذا التركيب واش هي الحاجة المميزة في هذا التركيب؟ مقاومة الشحن. آه معليش جماعة لو كان ار1 تساوي ار2 واش راح تولينا؟ تولينا مقاومة الشحن تساوي مقاومة التفريغ ويعطي لنا هذا التركيب إشارة مربعة، راح نشوفها في التمارين إن شاء الله. إذا هذا التركيب إذا كانت إر1 تساوي r 2 يعطينا إشارة مربعة، ما يهمكمش تمام واش معناتها إشارة مربعة. أوكي هاي خلينا 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 نروحوا مازلنا في المستوى المبتدئ. هكذا بعدها دور تي وش يساوي في هذه الحالة؟ إر1 يساوي إر1 زائد إر2 مع إر2 تولي 2 إر2 زائد إر3 الكل في سي1 في l 2 ومن بعدها روح ابحث عن المجهول يا تحسب ار1 يا دور تي يا ار2 يا ار3 يا سي1 خرج العباره المجهول بعد ما تكمل العباره المجهول مثلا لو كان طلب مني سي1 واش تساوي سي1 تخرج عباره الدور هي الاولى من بعد كيخرج عباره الدور هي الاولى سي1 واش يساوي يساوي تي على ار1 زائد 2 ار2 زائد ار3 في ان 2 ومن بعدها دير تطبيق عددي ونحسبوا سعه المكثفه سي1 صايي هذا بالنسبه لواش زكي بالنسبه للمستوى الاول مليح المستوى الاول بسيط جماعه روحوا للمستوى رقم اثنين ماذا بيك كي تكمل المستوى الاول مبتدئ روح المستوى الثنين واذا كملت المستوى الثنين حاول تروح المستوى المتميزين هكذا ما تبقاليش في المستوى الاول لازم تطور راحك انت الهدف تاعك واش هو ماشي هدف تاعك تجيب 20 في البكالوريا وتنتهي حياتك الهدف تاعك لازم تبيع شيء في البكالوريا ولازم تكون روحك في الجامعه، لازم تكون عندك لا باز تروح الجامعه باه تولي مبدع، شخص مبدع في الجامعه. هكذا زكي يروحوا مستوى المتوسط، مستوى المتوسط هذا واش يخص؟ يخص تلميذ اجتاز مستوى مبتدئ واضحه به، ولا للتلميذ ذو مستوى مقبول، يعني عنده مستوى مليح لا عليه، ولا الاستاذ المبتدئ، يعني كاين الاساتذه عامهم الاول، اول عام تدريس لهم، هكذا هاي نبداو جماعه جماعه في المستوى المتوسط في الان او 555 لازم تعرف الرسم لازم تحفظ الرسم هكذا الرسم واش هو شوف معايا زكي راك تشوف الرسم واش هو اثناء الشحن المكثفه راك اثناء الشحن المكثفه واش يقابلها في سارتي في سارتي يساوي في سي, سي واثناء التفريق المكثفه في سارتي يساوي زيرو فولت يعني في المستوى المتوسط لا معرفش عرفتش هذه الاشاره لازم تحفظها هكذا شوف معايا هنا المكثفه واش راح تكون؟ راح تكون متارجحه بين جهدي العتبه، الجهد العتبه الاول واحد على ثلاثه في سيسي اللي يتحكم فيه القطب اثنين، والجهد الثاني واش يا اللي هو اثنين على ثلاثه في سيسي اللي يتحكم فيه القطب سته اللي سميناه العتبه، على سميناه العتبه ما يخليش المكثفه تفوت اثنين على ثلاثه في سيسي، وقطب اثنين سميناه الاعتاق ولا سميناه التحرير، معناتها المكثفه ما يخليهاش تهبط تحت الذروه تاعها. تح. ما نخليهاش تهبط تحت واحد على ثلاثة في سي سي شوف معايا زكي إذا في سورتي متأرجح بين واش زيرو فولت و في سي سي هذا هو المخرج اللي مدوا لي قطب رقم ثلاثة هنا يا جماعة عندي هذا واش نسميه نسميه مستوى زمن المستوى العالي تي اش وهذا باللون الأخضر واش نسميه زمن المستوى المنخفض تي آه زكي نسألك سؤال اسكو اجابه صحيحه لو كان نسمي تي اش نسمي زمن شحن المكثفه يا شيخ اكبر خطا علمي اكبر خطا علمي اتونسيو جماعه تياش عندها حاجه واحده واش يسموها زمن مستوى العالي ما يهمكش الشاي صار في المكثفه ومن بعد نعطيكم واحد الامور تلقوها باللي ما عندهاش علاقه بالشحن ولا تفرق اوكي اذا تياش زي تيال زي كل مدلي مدلي دور تي صحيتو جماعه في المستوى المتوسط واش مطلوب منك في المستوى المتوسط لازم تخرج الدور تي تعرف تخرج تياش وحدك وتعرف تخرج تيال واحدة هكذا زكي إذا أنا زكي شوف معايا صبورة إذا في المستوى المتوسط لازم تحفظ القانون واش معناتها وين تلقى المكثفة فيها شحن ولا تفريغ الزمن تاعها وش يساوي بصفة عامة هذا بعد نعرفه في المستوى المتقدم خرج الزمن أوكي إذا المستوى المتوسط أحفظ زمن تي وش يساوي يساوي طو ثابت شحن في آلام دالة لوغاريتمية ما بين قوسين في فينال ناقص في إنيسيال على في فينا ناقص في سي تي هذا واش لازم تحفظ في المستوى المتوسط من بعدها زكي تي واش يساوي دور تي واش يساوي انطلاقا من الرسم دور تي واش يساوي العباره هذه زايده العباره آه تي يعني صحيح, صحيح. اذا نجمع في المستوى المتوسط لازم تعرف تخرج دور تي بلا عطيتكم واجد قلت لكم مقاوم المكافاه اثناء زايد مقاوم المكافاه اثناء تفر في سي ال 2 درك راح نخرجوه هكذا اذا انطلاقا من الرسم عندي هذا الدور تي واش يساوي 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 تي اش زائد تي بهذا الشكل من بعدها وش هو الهدف تاعي يا زكي نخرج تي اش وحدها ونخرج تي ال وحدها صحيح هاي نبدا نبدا في تي اش من اجل لما يكون الزمن تي يوافق تي اش هو زمن مستوى العالي اذا تي اش شو يساوي انطلاقا من هذا القانون نعوضه اذا تي اش شو يساوي يساوي اش ثابت مكثفه اثناء الشحن في ال ان في فينال ناقص في انيسيال على في فينال ناقص في سيليتي دونك واش راح نديرو زكي راح نخرجوا طو اش وحدها ونخرجوا في فينال ونخرجوا في انيسيال وفي سيليتي راك معايا هاي نبدا طو طو جماعة قريتو في السنة الثانية طو ثابت واش يقولك ثابت يساوي المقاومة المكافئة في سعة المكثفة المكافئة هيا إحنا بـ تي اش اذا طو اش يساوي تشحن المكثفة نتبعو أش تشحن المكثفة عبر ار 11 R1 و ار 12 هذه مقاومة الشحن اذا ها فات عليهم السهم السهم فات على مقاومة R11 و R12 إذا أو أش شو يساوي؟ يساوي R11 زائد R12 يعني مقاومة المكافأة أثناء الشحن اللي فات عليهم خط الأصفار في سعة المكثفة سي واحد كاينة مكثفة واحدة واش بقى لي زاكي بقى لي في فينال في إنيسيال في سيريتي شوف لي يا زاكي فين خرجهم هادو بكل بساطة شوف معايا مليح إذا هذا هو الشحن راك تشوف هذا المنحنى البياني واش جبت؟ من الشحن هذه النقطة واش نسميها النقطة الابتدائية ولا مش ابتدائية؟ هل؟ هل نقطة الابتدائية؟ هذه نسميها النقطة الابتدائية إذا في انيسيال ماذا يساوي أثناء الشحن؟ يساوي 1 على 3 فيسيس. وهذه النقطة زكي حذاري ما تسميهاش في فينال. هذه النقطة واش نسميها فيسيليتي التي تغير دارة الخروج. هذه النقطة واش نسميها فيسيليتي. إذا في, في المكثفة ديما خرجوا فيها في انيسيال وفيسيليتي فقط. أما في فينال واش يقصدوا به في, في فينال زكي؟ شوف معايا المكثفة هنا واش صار لها تشحن ولا تفرغ. شحن. تشحن شحن. في فينال واش معناتها وين تقول المكثفه لو كان نخليوها ماكسيموم لو كان خليها تشحن ماكسيموم تاعها راح تروح جهد المكثفه راح يروح مصدر الجهد الذي يغذيها اذا هاني على شكل نقاط نهايه المكثفه في اثناء الشحن تؤول الى مصدر جهد في سي سي اذا في فينال وش يساوي يا زكي يساوي في سي سي هنا النقطه الابتدائيه هي في انيسيال ونقطة تاع التبديل هي فيسيليتي ودير نقاط وين يقول جهد المكثفه المكثفه الثالثه اذا كانت تشحن في فينال تاعها يروح المصدر جهد في سي سي واذا كانت تفرغ جهد تاعها وين يروح يروح الصفر هكذا اذا شوف معايا اذا خرجت طو خرجت في فينال وخرجت في سيليتي وخرج في انسان دوك هذو ثلاث قيم جمعا نعوضوهم في هذه المعادله اذا تي اش يساوي يساوي ار 11 زائد ار 2 سي 1 اللي هي طو اش في ال اثنين عطيتها لكم مباشره ال اثنين جماعه انتم واش مطلوب منكم احسبوها من بعد بعد كي نكملوا الحصه احسبوها احسبوا القيم في فينا ها في سي سي ناقص 1 VCC على 3 في سي على في سي ناقص 2 على 3 في سي ال 2 انا مب... هذه امور رياضيه خليتها لكم انتم تاع امور تاع التعويض صايا زكي هاي شوف معايا زكي شوف طالي دركو خدمت تياش واش بقى لي نفس الطريقه واش نقولوا نقولوا من اجل من اجل زمن تي يوافق زمن آآ آآ مستوى الادنى عندي تي ال واش يساوي يساوي في ال في فينال ناقص في انيسيال على في فينال ناقص في سيليتي هكذا واش مطلوب مني نحوس على طوال وفي فينال وفي انيسيال وفي سيليتي بنفس الطريقه طوال ال واش يساوي يا جماعه بما انه تي هو ثابت آه ثابت التفريغ بما انه بما, بما انه تي ال التفريغ اذا يولي يسميه ثابت التفريغ. اذا بنخرج ثابت التفريغ تيال ال واش نشوفوا المكثفه وين تفرق واش قلنا نتبعوا باللون البنفسجي من نتبعوا التيار من المكثفه حتى روح القطب سبعه التيار يمر عبر اير 12 فقط اذا واش يسمى مقاومه المكثفة اثناء التفريغ في سعه المكثفه المكافأة اللي هي سي واحد هنا واش خرجنا زكي خرجنا سي واحد واش بقى لنا زكي هنايا بقى لنا في فينال وفي انيسيال وفي سيليتي هاي نخرجوا بنفس الطريقه واش لازم يبان نخرج واش لازم ندير زكي واش خي لازم نجيب المنحنى هذو باش خرجهم خرجهم من المنحنى اذا شوف معايا هذا هو التيال وش كيف وش يوافقوا يوافقوا المكثفه اثناء التفريغ هذه النقطه الابتدائيه وش نسميها نسميها في انيسيال هاي اللحظه الابتدائيه والنقطه هذه الزكية وش نسميها جاوبني النقطه هذه في سيليتي صحيت ولا في فينال وين تقول مكثفة ان تفريق واش هي القيمه اللي راح عليها صفر راح على صفر دوك انت انت تروح للزيرو اذا في فينال واش يساوي يساوي زيرو فولت اذا لقيت في فينال لقيت في انيسيال لقيت في سيتي لقيت طو نقدر نلقى تيال ما نقدرش نلقى هذا نعوضو اذا كي نعوضو تيال واش يساوي يساوي طوال ويساوي واش يساوي ار 12 في سي واحد في ال 2 نجمع هذه ثاني حسبوها نتوما حسبوها وحدكم في فينال واش هي صفر ناقص 2 على 3 في سي سي على صفر ناقص 1 على 3 في سي سي كديروا الاختزال في سي مع في سي سي و3 مع 3 وناقص يروح مع ناقص راح تلقاوها تلقاوها ال <3x2> ان 2 شوف معايا زكي لقيت تي اش ولقيت تي ال كي في الواحد نلقاو عباره دور ما نلقاوهاش نلقاوهم نلقاوها اذا بالتعويض في واحد دور تي واش يساوي يساوي ار 11 زائد ار 12 جمع متكرره في الشحن متكرره في الشحن متكرره في التفريغ تساوي 2 ال 12 في سي 1 في ال 2 هنا واش معناتها المستوى المتوسط لازم تعرف الرسم تكون حافظه وتعرف تخرج تي اش وحده وتخرج تي ال وحده وتخرج دور تي المستوى المبتدئ عطيتها لكم واجده كما واش قلت لكم قبيله الزكي قلت لكم تي وش يساوي مقاومه المكافاه اثناء الشحن هاي وراه تساوي ار 11 زائد دي ار 12 زيد مقاوم المكافاه اثناء التفريق معناتها تفرق عبر ار 12 تولي ار 11 زائد 2 ار 12 في سعه المكافاه سي 1 في ال 2 سهله عبد زكي ولا ماشي سهله هذه؟ ماشي سهله مليح الدرس شيق هايل كمل آه ايوه ان شاء الله هذا توصل للمستوى المتقدم هذا هو الصح انا نحبكم توصلوا للتكوين الحقيقي هيا ان شاء الله روحوا لي بعدها زكي لازمنا ما نتسرعوش يا زكي زكي لو كان نعطي لك مثلا مخطط مخطط هذا تاع ان 555 وظيفته توليد اشاره الساعه الرسم تاعو هكذا اخي هكذا الرسم تاعو ايوا اسكو الرسم يتبدل الزكي ولا ما يتبدلش لو كان يقول لك ارسم رسم هاك حافظ رسم هاك رسمته بهذا الشكل اسكو الرسم هذا يتبدل ولا ما يتبدلش نورمالمون ري هكا الشيء شو ما يتبدل شوف شوف ل... المثال الثاني واش مديت لك المثال الثاني نفس المثال الاول بصح شوف لي صافي وين مديته لك شوف لي صافي عطيت لك بوابه واش هي ما معناتها في صوتي تعكس ولا ما <applause> ايوه على هذه يا جماعه ماشي تحفظ رسمه بعد تصمم رسم ديما ركز مليح اذا عطى لك في صوتي في قطب ثلاثه راح يبقى كيما هكذا وشي يكافئ زمن الشحن يكافئ مستوى الاعلى وزمن التفرق واش أو مستوى الادنى هكذا بصح هنا يا زكي ها نرسم الرسم اذا اثناء الشحن واش يكافئ مستوى الاعلى ما بعد ما دات بوابه نوت في سورتي واش راح يصرى له راح يتعكس اذا يولي الشحن أو يكافئ أو التفرق صح ولا لا؟, لا؟ اه قلت لك الشحن إيه. أو يكافئو؟ أو مستوى صفر منطقي صحيح والتفريغ واش يولي أو يولي مستوى عالي، إذا على هذا واش قلت لك؟ الخطأ علمي اتونسيو تقول لي تي اش هو زمن شحن المكثفة، واتونسيو تقول لي تي هو زمن, زمن تفريغ المكثفة، كما هنا واش راك تلاحظ؟ مستوى الأدنى واش يكافئو؟ واش يوافقوا شحن المكثفة و تي اش يوافقوا شوف تي اش واش يوافقوا زمن تفريق المكثف على هذه الجماعه ركزوا مليح ركزوا مليح اللي كان يمد لك في ويزيد لك البوابات نوت هنايا معناتها الاشاره تتعكس هكذا تفاهمين زكي مليحه زكي الشيخ وي تفضل واش تسمى ديما كيعطينا الدار انا و 5 5 ولا نشوفوا ثاني المخرج هيا شوف المخرج هيا شوف ديما هو ديما يمد لك مخرج في الطروه بصح قادر يزيد لك بوابات نوت لا زاد لك بوابات نوت إيه. شي يولي يولي في سارتي تعكس اللي راك شايفها من قبل تتعكس تا طيب من قبل كنت تشوف الان 555 شحن يطاف شحن يشي يوافق مستوى العالي والتفريق شو يولي يوافقوا مستوى الادنى هكذا يولي العكس يولي الشحن شو يوافق مستوى الادنى زعما المستوى الادنى والتفريق شو يوافقوا زعما المستوى العالي هكذا اذا هنا تيال واش يولي يساوي تيال واش يساوي واش يولي يساوي تيال شفتوا؟ يولي يكافئ شحن المكثفة يساوي طو طو ال في ان اثنين كيف كيف؟ صحيح هنا جمع القانون مش حيتبدل زي زاك راك تسمع فيه هنا القانون مش حيتبدل انما مش حيتعكس تي اش و يتبدلوا واش كان في تي اش يولي هو تيال واش كان في تيال يولي تي اش؟ بالتالي يبقى نفس القانون ما يتبدلش متفاهمين؟ اوكي اذا هذه واش هي تيال؟ وهذه واش هي تياش وهذا الدور تي وما يتبدل والو راح يتعكس غير اشاره الخروج هاي يا جماعه في بالنسبه للمستوى المتوسط الثاني واش لازم تعرف لازم تعرف تخرج عبارة تواتر وتحسبها اذا تواتر شو يساوي كما قلت في السنه الثانيه تواتر شو يساوي يساوي مقلوب دور تي والوحده تاع تواتر شو تساوي هي وحدتها الهرتز صحيح واش معناتها كي لك احسب تواتر احسب خرج عباره الدور واحسبها بعد ما تعوض ديرها المقلوب تاعها باه تخرج فريكونس تاعها. الحاجه الثانيه يا جماعه اللي لازم لازم تعرفوها اللي هي النسبه الدوريه، وش يرمزوا لها هنا؟ يرمزوا يعني لها الفا، واي حاجه فيها كلمه نسبه وش تساوي؟ تساوي الحاجه الحقيقيه الظاهره على المدخل الكلي. اذا في اشاره تسعه عندي تي اش وتي ال، تي اش هي 5 فولت، وتي تي اس 0 فولت، الحقيقيه هي تي اش تساوي تي اش زعما المستوى العالي على الاشاره الكليه واش فيها فيها الدور تي زي إذن تي اش زائد تي ال اذا تي الفا واش يساوي يساوي تي اش على الدور تي او يساوي تي اش على تي اش زائد تي ال ونهار اللي تلقى الفا جماعه تساوي 0.5 واش نقولوا الاشاره نقولوا اشاره مربعه واش راح نقولوا نقولوا زمن الشحن يساوي زمن تفريق ولا نقولوا زمن مستوى العالي يساوي زمن مستوى المنخفض هذا بالنسبة توليد إشارة ساعة 1555 مستوى المتوسط هكذا زكي صاي يعني أسئلة جماعة ما كانش يا جماعة اللي عنده سؤال يتفضل اللي عنده سؤال يرفع يده نعطي له اوتوريزاسيون هيا باه نروحوا المستوى المتقدم آه يعقوب تفضل يعقوب تفضل يعقوب بعث لك تفضل اهلا وسهلا بك فضل أهلاً يعقوب تفضل يا رب يحفظك دورة في الفصل خمسة تفضل الأرض النسبة أل... الدورية هي 0.5 فاصل خمسة واش بها مربع والله هي كي نلقاو الفا يساوي 0.5 فاصل خمسة نقولوا إشارة مربعة واش معناتها تياش يساوي تياش تياش يولي تي اش يساوي تي تيار، تولي تي اش على 2 تي اش وتساوي 1 على 2 من هذه تلقى الفا جمع تساوي 0.5 ولا 50% 50% هي نفسها 0.5 واش نقولوا اشاره مربع زمن تي اش يساوي زمن تي من هذه تلقى اكبر من 0.5 ولا اقل من 0.5 واش نقولوا عليها اشاره مستطيله مستطيله عقله يعقوب هذا ما كان ربي عليك امين واياكم ان شاء الله آه شكون اللي عنده اسئله هذوك كامل عندهم اسئله ايوب أه ايوب أيوه مجدي تفضل تفضل ايوب مجدي وش هو السؤال تاعك؟ استاذ لا سقسيك برك تفضل كي ذيك سؤال يقول لك ما هو الشرط اللازم يحصل على اشاره مربعه؟ اشاره مربعه لازم تحقق تياش يساوي تيا وهذا راح نشوفه في التمارين ان شاء الله لازم صحة. لازم مقاومة شوف لازم مقاومة المكافأة أثناء الشحن لازم تقلبها تساوي مقاومة المكافأة أثناء التفريغ كي تحقق هذا الشرط صاير أش... وفيها طرق أه. هذه 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 نحوس عليها مثلا ما تقولوش لازم الفا تساوي 0.5 خمسه. لا لا من الشروط الفا يساوي 0.5 خمسه، لو كان مثلا يعطيك تي ال ولا يزيد يعطيك الفا 0.5 خمسه عادي. بيقول لك مثلا من اجل الفا يساوي صفر خمسه احسب المقاومه ار تاع الشحن، قول له مباشرة بما انه الفا يساوي 0.5 خمسه فمقاومة الشحن تساوي مقاومة التفريغ. صاي عندنا طرق بزاف. خلاص شكرا، رياض مقران تفضل. او جيت عندك على النسبه الدوريه المربعه برك مربع صحيح. صحيح صحيح كوبي الميكروفون تاعك ماله أه صابر تفضل تفضل صابر السلام عليكم لاباس وعليكم السلام لاباس الحمد لله تفضل يا صابر شيخ خبرك على التركيب اللي راك دايرو على لاكوش من التحت هيا اللي في سورتي تاعكم بالنوم ما يتبدل والو ابار في المنحنى يتبدل مخرج خرج برك ابار في وت... المنحه و تياش اي يا... ما يتبدل والو و تياش و تيني آه تعاكس تياش اللي هي يتعاكس هذا آه ما كان خلاص بارك الله وفيك بارك حوالي. ان شاء الله جماعة هذا بالنسبه بالنسبه لواش المستوى المتوسط اذا هنا الفا يساوي 0.5 نقولوا اشاره مربع أه جماعة روحوا المستوى المتقدم، جماعة اللي يوصلوا مستوى المتقدم هذا يفهموه ما شاء الله عليهم، يقولوا أي تركيب كهربائي يقدروا يعالجوه داخليا، يدخلوا البنية الداخلية ويقدروا يخرجوا الإشارات الخروج، هكذا اللي وصلت... يوصل هذا المستوى ما شاء الله عليه. إذا مستوى المتقدم جماعة لمن؟ للتلميذ المستوى اجتاز مستوى المتوسط فهمه ما لقاش فيه إشكالية، يقدر يبدأ بالفيديو هذا، ولا للتلميذ ذو مستوى متميز ماذا به يزيد يتكون أكثر به يبدع في المستقبل إن شاء الله. ولا الاستاذ متوسط اول عام تدرس له كي عاد الاستاذ عام الاول هكذاك لازم له نو... لازم له يوصل هذه باش ما يلقاش اشكاليه مع التلاميذ نتاعو هكذا دوك نروحو نطلعوا واحد جديد زكي صاي ايوا آه... شكون اللي يطلع معايا اليوم شكون يطلع الجمعه رؤى تفضلي رؤى نبعث لك اوتوريزاسيون تفضلي السلام عليكم لاباس وعليكم السلام لاباس الحمد لله رؤى وين راح نروحوا نروحوا للمستوى المتميز لازم نتعلموا كيف نخرجوا الاشاره صاي اليوم راح يكون واحد الدرس ما شاء الله راح تفهموا بخطوه خطوه واش راح يصرى في ان او 555 شو معايا يا رؤى اذا هذه هي ان او 555 ده نعرف شاه يسرع خارجيا في المنحنيات في سارتي وجهد بين الطرفين المكتفة لازمني نعرف شو كاين في البنية الداخلية شو معايا رأي شو كاين في البنية الداخلية أولا واش كاين في البنية الداخلية تاع أن أو 555 كاين ثلاث مقاومات متساوية قيمة كل مقاومة قيمتها 5 كيلو أوم على هذا واش سماوها سماوها أن أو 555 نسبة لثلاث مقاومات 5 5 5 صاي رؤى كي نشوفوا المقاومات المتسلسله واش يجي في راسي واش هو القانون اللي يجي في راسي كي نشوف على تسلسل يجي قاسم الجهد كي يقول لك يجي احسب لي الجهد بين طرفي اي مقاومه وتلقى مقاومه على تسلسل ديما دير في راسك قاسم الجهد صحيح شوف معايا رؤى؟ اذا هذا واش هو هو القطب الواحد اللي حكينا عليه قبيله اللي هو الارضي وهذا واش هو القطب الثمانيه اللي هو في سي سي التغذيه صحيح من بعد هذا واش هو رؤى هذا واش هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن شوفي سميناه مقارنه رقم اثنين السفلي باش مربوط شوفي المدخل الاول تاعو غير العكس باش مربوط بالنقطه هذه صاي اسكو هذه نقطه نقدر نحسب الجهد تاعها ولا ما نقدرش نحسب الجهد تاعها نقدر نقدر نحسبوها باستخدام قاسم التوتر ولا قاسم الجهد اذا هذه النقطه جهدها تاعها يسمى جهد مرجعي ثابت لان هذه المقاومه كامل ثابته وراح ماهوش راح يتبدل اذا واش نكتبوا نكتبوا الجهد بين طرفي مقاومه في قاسم الجهد واش يساوي يساوي مقاومه المعنيه اذا جهد في قاسم الجهد واش يساوي مقاومه المعنيه اللي راح تحسب لها الجهد تاعها على مجموع المقاومات تاع الفرع هذا كامل في الجهد المسؤول عن تغذيتها اذا نقدر نحسبه في زائد ولا ما نقدرش نحسبوها اذا واش نقولوا في زائد 2 واش في زائد هذه للمقارنه رقم 2 في زائد واش يساوي يا رؤى اعطي لي مشاركي ولو حتى تغلطي اذا وش يساوي المقاومه المعنيه هنا قد تساوي اللي هي ار هكذا راك تسمع فيها اذا هذا الجهد يساوي المقاومه المعنيه هذو كامل اسمهم ار 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 اوكي يا جماعه اذا في 2 زائد وش يساوي المقاومه المعنيه تساوي ار على على واش مجموع المقاومات الفرع بما انه مقاومه الفرع صحيح قد تساوي ار زائد ار زائد ار وش يساوي 3 ار باسكو المقاومه متساويه يا جماعه اوكي الكل في واش الكل في واش في الجهد التغذيه اللي راح نغذيها بواش بالـ سي سي الكل في في سي سي اذا في 2 زائد واش يساوي يساوي واحد على 3 في سي سي باسكو ار على 3 ار ار مع ار تروح تبقى لي في 2 زائد واش يساوي واحد على 3 VCC سي سي اذا واش لقيت هنايا لقيت الجهد المرجعي الاول صحيتي اذا المقارن السفلي رقم 2 المدخل لد... الاول مربوط بجهد مرجع قيمته واحد على 3 VCC سي سي ومدخل ثاني واش راح نسميه جماعة اثنين شفتوا واش قلت لكم اثنين اه تريجر اللي هو اللي قال لي شخص منكم قال لي واش معناتها الاعتاق ولا ولا قد حاجه هو اثنين بعد شوفوا صحيح اذا ال 555 تحتوي على ثلاث مقاومات والمقارن السفلي اه المدخلين المدخل الاول يحتوي على جهد مرجعي والمدخل الثاني راح يكون جهد متغير نربطوه بالمكثفه اه في نفس الوقت كذلك كاين مقارن اخر مضخم عملي يعمل عمل مقارنه رقم واحد يحتوي على مدخلين مدخل الاول باش مربوطه رؤى مربوط بهذه النقطه هذه نقدر نحسب الجهد تاعها ولا ما نقدروش نقدروا نفس الطريقه قاسم الجهد المقاومه معني هنا كده تساوي اسكو تدخل مقاومه ولا زوج مقاومات زوج مقاومات صحيح زوج مقاومات جماعه كيقول كي لك احسب لي نقطه جهد تاعها ابدا من النقطه هذه حتى توصل جي دي المقاومات اللي تلقاهم تفوت عليهم الكل يدخلوا اذا واش تساوي في واحد في واحد ناقص ماذا تساوي المقاومه المعنيه اللي هما هذ الزوج معناتها 2 ار الكل على المقاومه المكافئه تاع الفرع هذا كامل اللي هي 3 ار الكل في واش في البي سي سي اذا في جماعه هناني غلط اصبر دقيقه نصححها اذا في 1 زائد ماذا تساوي تساوي 2 ار على 3 ار ار مع ار تروح وش يبقى لنا الجهد المرجعي في 1 زائد باش يساوي 2 على 3 في سي سي هكذا بعد ما حسبنا الجهود ديال رؤى درك ونش روحو نزيدو نكملو وش كاين في الداخل لحد الان قلنا كاين ثلاث مقاومات متساويه 5 كيلو اوم وزوج مضخمات عمليه يعملان عمل مقارن هذا مدخل تاعو مدخل مرجعي يساوي 2 على 3 في سي ثاني حسبته وهذا القطب الزائد يا جماعه القطب تاعو رقم 6 اللي سميناه فيرشار اللي هو العتبه من بعد شوفوا اللي العتبه من بعد كاين في ان او 555 كاين قلاب ار اس هذا قلاب خفاهم تو جماعة الار والاس راه باش يمشيو بالمستوى الاعلى ولا المستوى الادنى؟ المستوى الاعلى صحيح المستوى الاعلى معناته واحد منطقي ينشط وصفر منطقي يخمن وشوف كلير تاعها باش تمشي كلير شوفي كلير المستوى الادنى المستوى الادنى، جماعه شوفوا هذه كلير مربوطة بقطب ربعة إذا ربعة واش وظيفته هو المسح القلاب، إذا واش وظيفته قطب ربعة مسح إشارة الخروج، إذا مديت له صفر ينشط يمسح إشارة الخروج، إذا مديت له واحد كلير راح يكون؟ خام، صحيح تزيد شوفوا شو كاين معايا هذا القلاب إنجاز بوابات نور مخرج تاعه كي هو يمد لي قطب ثلاثة، إذا المخرج باش يتعلق بالمخرج القلاب كي هكذا والكبار رؤى في باش مربوط هذا وش هو رؤى هذا مقحل مقحل يعمل في حاله التشبع وكتا هو اللي مشبع مقحل لما كبار يساوي صفر يساوي واحد واحد لا باه مقحل بيكون يكون مشبع لازم له جهد اذا كان كبار يساوي هي عندك الحق كي يساوي صفر كبار يساوي واحد معناتها خمسه فوط يكون مشبع اذا كان كبار يساوي صفر نقولوا مقحل هذا مانع اذا كان كيبار يساوي واحد منطقي ولا خمسة فولت نقولوا هذا المقحل مشبه، شوفي هذا المقحل الميتر تاعو بشر ربطته بالقطب واحد اللي حنا دي وهذا القطب شوفي واش سميته قطب سبعة وقطب سبعة واش سميناه من قبل رؤى سمينا قطب طيب. تفريغ هذه واش نسميوها هذه هي البنيه الداخليه تاع واش تاع ان او 555 مفهومه ولا مش مفهومه كملوا صحيت نكملوا جماعه باه نولدو إشارة الساعة لو كان نجيب ان او 555 وحدة ما حد دير والو باه نولدو إشارة الساعة أهم عنصرين واش هما المكثفة شحن والتفريغ والمقاومات اللي تعطيه زمن شحن وزمن تفريغ إذا واش لازمني في هذه الحالة لازم يقطب واحد نربطو بالجي ان دي وقطب ثمانية باش نربطو بالفي سي سي وقطب ربعة رو لازم ديزاكتيفي باسكو أنا مش حاب نمسح الإشارة باش نديزاكتيفي بالواحد منطق لو كان مدلو صفر منطقي لو يبقى ديما الكيو شي يساوي ديما يساوي صفر رغم على الصفة من بعد هنجيب مكثفة C والمكثفة لازم تجيب زوج مقاومات رؤى ليه ما جبتش مقاومة واحدة؟ علاه جبت زوج مقاومات؟ هذه إجابة من بعد نجاوبكم عليها جماعة في توليد إشارة الساعة في ال NO أو 555 على الأقل لازم, لازم لك زوج مقاومات على الأقل صاي من بعد نقول لكم علاه صاي إذا من بعد هنجيبوا R1 ار 2 من بعدها نربطوا المقاومات بالفي سي سي من بعدها, بعدها, بعدها نروحوا للمكثفه والمكثفه نغلقوا الداره صحيتو، باه نولدو إشارة الساعة أول حاجة لازم نديروها واش هي الـ2 و 6 واش لازم نقلبوهم؟ 2 و 6 واش نقلبوهم؟ كتلة واحدة. كتلة واحده لا واحد ايوا و 2 و 6 باش نربطوهم، شكون اللي يتحكم فيهم؟ تولي يتحكم فيهم؟ المكثفة، الجهد بين الطرفين المكثفة واللي يتحكم في قطر 2 وقطر 6، وقطر 7 جماعة راح يكون بين طرفي المقاومتين، صاي؟ راح بين طرفي المقاومتين، بعد نشوفوا علاه ما درناش الفوق ما درناش في النقطة هذه، فوق المقاومة. صاي من بعدها من بعدها رو أو هذه هي أن أو فيها هذا هو الشكل اللي يعطيكم في البكالوريا هذا هو الشكل اللي يمدكم في البكالوريا نعود نهبطوا نحي الغطاء وندرسو واش راه في البنية الداخلية إذا يا جماعة باه ندرسو البنية الداخلية لازمنا المنحنى الأول هو المنحنى الدخول اللي هو احنا ندرسو الجهد بين طرفين مكثفة بدلالة الزمن والمنحنى الثاني واش هو هو منحنى الخروج راح ندرسو في صورتي بدلالة أذن أنا واش راح نحوس؟ نحوس على في سارتي. صوت. آيوه صحيتي، رؤى هذه واش هي اللي هتمشي تمشي الدور هذه هذه هي المكثفة، تشوف المكثفة. القطب الطويل هو قطب الموجب، والقطب الصغير هو قطب السالب. رؤى أول مرة نشري المكثفة، أول مرة نشريها، الجهد تاعها كذا يساوي بين الطرفين، كي أول مرة. مم. قيمة قيمة الجهد تاعها واش تكون؟ حاجة تشريها أول مرة واش راح تكون؟ زيرو فولت، راح تكون. 0 فولت اذا واش نقولوا هذه المكثفه في الحاله الابتدائيه تاعها في سي يساوي زيرو فولت اذا هنا كتبت زيرو فولت اذا هنا في سي واش تساوي زيرو فولت هذه يعني اول حاجه باه أصلا اشاره لازم نبدا بجهد المكثفه يساوي زيرو فولت صحيح من بعد واش راح ندير رؤى شوفي معايا رؤى، اذا حاب انا واش راني حاب ندير حاب نخرج قيمه الار والاس كي هكذا باه نعرف المخرج باه نعرف المخرج كي نعرف الار والاس صح ولا لا وبا نعرف الار والاس لازم نعرف المقارن العلوي ومقارن السفلي وبا نعرف قيمه المقارن العلوي والسفلي واش لازم نعرف نعرف الجهد المرجعي والجهد المتغير صحيح هاي نبداو بالمقارنات شوفي معايا في أه لما الكتله تساوي زيرو فولت هذا القطب كده يكون جهد تاعه هذا القطب قدها الجهد تاعه زيرو فولت صحيتي صح ها نكتب زيرو واذا اذا شكي تلاحظي شكون اكبر زيرو فولت ولا واحد في في سي سي اللي هو واحد على ثلاثه في سي سي واحد ثلاثه على في سي باش موصل بالزايد المقارن واش يخرج يخرج في سي سي ولا زيرو فولت يكون في حاله الشغل ولا حاله توقف حاله تشغيل إذن إذن في حاله تشغيل صحيح اذا اذا في سارتي 2 واش يساوي في سارتي 2 جمع واش يساوي يساوي في سي سي صحيح بما انه في سارتي يساوي في سي سي اس واش يوصل لها 5 فولت منطقيا اس واش يساوي يساوي واحد اخي هكذا اس يساوي واحد في الحاله هذه اذا مش نقولوا اس راهو ماكتيفي باسكو عطاك واحد منطقة جمع الشكه خرجت اس واحد قارنت ما بين جهدين واحد واحد اللي ثلاثه في سي سي زيرو فولت لقيت واحد ثلاثه في سي, سي اكبر بما انه موصل بزائد اس واحد واش يساوي ماكتيفي يساوي واحد ويكون ماكتيف صح تروحوا الطرف الثاني هذه اخي اخي على بالك هذو في زوج يدو نفس الجهد باسكو تحكم فيهم مكثفه اذا في زيد هذا قد يساوي يساوي زيرو شكون اكبر اثنين على ثلاثه ولا زيرو اللي هي 2 على 3 باش نوصل 2 على 3 موصوله بالناقص اذا في سورتي ا تاع المقارن العلوي عندي في الجهد العاكس اكبر من الجهد الغير العاكس اذا في سورتي ا واش يساوي يساوي 0 فولت بما انه في سورتي ا يساوي 0 فولت ار واش يساوي يساوي 0 الار عطاك له 0 واش معناته ديزاكتيفي هاي طيب سهله هذه ماشي سهله سهله بعد ما عرفت الاس يا جماعة نقدر نعرف الكي ولا ما نقدرش نعرف الكي وشيء يصير في الرو هنا؟ شكون اللي يتحكم في الكي؟ الاس ولا الار؟ اللي يتحكم في الكي اللي هو الاس باسكو الاس راهو نشيط وش وظيفه الاس؟ كي نشيط الاس تشغيل المخرج معناتها كي وش يساوي؟ هو اللي يتحكم في المخرج اذا كي وش يساوي؟ يساوي واحد اذا في اللحظه الابتدائيه لما مكثفه تساوي 0 فولت كي وش يساوي؟ يساوي واحد بما انه كي يساوي واحد في ساتي واش يساوي يا رؤى؟ يساوي واحد منطقي ويساوي في سي سي واحد منطقي هو الفي سي اذا هاني كتبت النقطه هذه وسميتها في سي وبما انه كي يساوي واحد رؤى كي يساوي واحد كي بعرف واش يساوي؟ يساوي صفر صحيتي والمقحل هذا واش راح يكون مشبع ولا مانع؟ عطيته زيرو فول مانع مانع صحيتي اذا هنا الجهد في ساتي يساوي في سي سي إذا كبار بما أنه كي يساوي واحد كبار يساوي صفر بما انه مقحل مانع واش راح يكون مقحل مانع قاطعه مفتوحه ما بين واش ما بين كوليكتور والاميتر راك تشوف قاطعه مفتوحه صحيتي قطب التفريق سبعه واش نقولوا عليها رؤى خامل هذا القطب سبعه اسكت تيار يقدر يروح يمشي من ما يقدرش من هذه ما يقدرش يروح لا ما يقدرش يروح دارة مفتوحه ما يقدرش يروح جي ما يقدرش يروح الماس اذا هنا واش نقولوا نقولوا بلي المكثفه واش راح لها المكثفه واش راح رايحة تشحن باسكو هذا التيار اللي يجي من يجي من الفي سي سي يمشي 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 كي يوصل النقطه هذه ما يروحش من النقطه هذه علاه ما يروحش باسكو داره مفتوحه مقحل مانع اذا واش حيصير المكثفه مدى ما وصل التيار واش حيصير لها المكثفه المكثفه كي مدها التيار واش حيصير لها تبدا بواش مكثفه تبدا تتشحن صاي اذا واش نقولوا بما أن قطب السبعه خامل التيار اوبليجي عليه وين يروح يروح المكثفه والمكثفه كي يوصل التيار تبدا تشحن إذا هذه هي دارة الشحن المكثفة، إذا المكثفة واش لها؟ تبدا تشحن دالة أسية. في نفس الوقت في نفس الوقت تجمع في ساتو يساوي؟ في ساتو واش يساوي؟ يساوي واحد منطقي يساوي في سي سي. صاي نكملوا رؤى. إذا من بعدها المكثفة كي توصل القيمة هذه اللي نسميها، قيمة هذه نسميها واحد على ثلاثة في سي, سي. هذه القيمة تشوف فيها، شوفوا كي توصل مكثفة. واحد على ثلاثة في سي، تشوفوا سي. واش فيها. أسكو. اسكو اسكو تكمل شحن ولا تتفرع. اوكي. نعرفوا واش يصرى لازمنا نديروا عمليه المقارنه هكذا اذا واش نقولوا اذا <applause> اذا اذا هذا جهد المكثف يساوي 1 على 3 في سي هذا القطب واش يساوي يساوي 1 على 3 في سي سي وفي نفس الوقت هذا القطب كي مربوط معاه واش يساوي الجهد هذا 1 على 3 في سي سي نقدر نخرج القيمه <applause> صحيتي اذا نقدر نخرج بي سورتي 2 ونقدر نخرج لي سورتي 1 بعد ما وصلت المكثفه 1 على 3 في سي سي اذا واش نقولوا في سي يساوي 1 على 3 في سي سي اذا في المقارن السفلي شوف المقارن السفلي بشكل لاحظي جهدين تساووا مدخلين تساووا على بالك في المقارن كي تساووا جهدين مدخلين المقارن واش يدير يبدل حاله مخرجي واش كانت حاله المخرج من قبل اس بلا واش كانت كانت واحد اذا اس شو اللي اذا في صارت اثنين يساوي 0 فولت اذا اس شو اللي زيرو باسكو لا في صارت قبيله اول مره واش لقيناها لقيناها يساوي في سي سي سي. بما انه تساووا جهدين مدخلين اذا في صوتي يحدث التبديل في المخرج جماعه اللي ماهوش فاهم المقارن يتفرج له في الحصه نورمال مو رقم 12 ولا هكذا اذا اس شي يساوي صفر دوك واش نحوسوا نحوسوا على ار نشوف شي يسرى آه. شوفي معايا اذا اس يساوي صفر راه ديزاكتيفي وبما انه شوفي المقارن العلوي عندي 2 على 3 في سي سي و1 على 3 في سي شكون اكبر 2 على 3 في سي سي اكبر و2 على 3 في سي باش مربوطه بالناقص بما انه القطب العاكس اكبر من قطب غير العاكس اذا في سورتي واحد الشيء خرج خرج زيرو فولت اذا ار واش يساوي يساوي زيرو وبما انه ار يساوي زيرو ديزاكتيفي ولا ماشي ديزاكتيفي باسكو الار يمشي بالواحد ديزاكت بما انه الار أر... أر... مديزاك مديزاكتيفي ديزاكتيفي والار ديزاكتيفي هنا واش نقولوا نقولوا داره معزوله اذا مخرج ما داخلو زوج معزولين واش يدير مخرج في هذه الحاله واش يولي يحتفظ يحتفظ بواش بالحاله السابقه وفي الحالة السابقة واش كانت كي وفي كان يساوي في سي, سي. إذا واش نقولوا؟ صحيتي، إذا الحالة السابقة واحد، إذا كي يبقى يحتفظ بالواحد. أيوا، والكبار واش يساوي؟ يساوي صفر، بما أنه كي يساوي واحد. المقحل واش يبقى؟ مازال مانع مقحل. وبما أنه مقحل مانع، قطب التفريق هذا مازال خامل، ما يفرغش، باسكو هو يتحكم فيه كيبار حنا واش نقولوا المكثفة تستمر في الشحن. المكثفة تستمر في الشحن، باسكو لا. باسكو مازالت مربوطه باش بالمصدر جهد. إذا واش حيصير المكثفه؟ تستمر في الشحن، هاي كتستمر، تبدا تطلع تطلع بداله قصية كي توصل النقطة هذه، قد هذه النقطة جهد تاعها؟ في نفس الوقت كي تستمر المكثفة أثناء الشحن، في سات يبقى ديما يساوي واحد منطقي ولا يساوي في سي سي. رؤى المكثفة كي توصل النقطة هذه، قد حتكون في رايك هذه النقطة؟ جهد. 2 على 3 في سي. اه 2 على 3 في سي، صحيح. جماعة، لو كان توصل المكثفه الجهد 2 على 3 في سي سي شوفوا معايا واش راح يصرى هذه ولا 2 على 3 في سي سي اذا هذا الخط كذا ولا الجهد تاعو خي متغير اذا 2 على 3 في سي سي والخط هذا الدوزيام المقارن الادوي 2 على 3 في سي سي. سي, سي, سي سي صحيح شوفي يا رؤى المقارن السلوي السفلي اعطي لي في سورت 2 كذا يصير هاي أيوة. قارني لي واعطي لي في سورت 2 عندي 2 على 3 في سي سي اكبر من 1 على 3 في سي سي صحيح تم القطب المجر المو... سالب اكثر من موجود. ايوه اذا واش يخرج في صورتي اثنين؟ صفر. صحيح تيساوي صفر. اذا بما انه في سي سو... في مكثف وصل اثنين على ثلاثه في سي سي، لقينا باللي في اثنين زائد اقل من في اثنين ناقص. معناتها قطب العكس جو تاعه اكبر من قطب العكس. وكيتحقق هذا الشرط في المقارن واش مدلي مدلي زيرو فولت. اذا في صورتي يساوي زيرو فولت. اذا اش يساوي؟ يساوي زيرو فولت. اش معناتها ديزاكتيفي اذا بقى لي ايه. الإير واش كتلاحظيها راه تساوي ولا ما تساويش جهد مدخلي تساوي وكي تساوي جهد مدخل في المقارنه واش يدير المخرج تاعو ويبدل واش كانت حاله سابقه ار قبيله اخي كانت صفر نورمال كانت ار خي نلقاو فيها صفر اذا بما انه كانت في صوتي واحد كان زيرو فولت اذا في واحد زائد يساوي في واحد ناقص تحدث عمليه تبديل كانت في صوتي واحد من قبل زيرو واش راح تولي تولي واحد منطقي تولي في سي سي اذا ار يساوي واحد الاير ما شكون يتحكم في المخرج الاير ولا الاس اذا أه. الاير يتحكم في المخرج والارش شو وظيفته كي ينشط يمسح المخرج لو سير يدير درج معاه يسموه مدخل توقيفي يوقف المخرج اذا واش يولي كي كي يساوي الصفر ها هو راه يساوي الصفر اذا واش راح يصير هنا المخرج شي صار كي يهبط هبط يهبط للزيرو علاه هبط للزيرو لانه كي اصبح يساوي الصفر رؤى مادام كي ولا يساوي الصفر كي بارشي يولي يساوي واحد يولي واحد صحيتو اذا كبار يساوي واحد وبما انه كبار يساوي واحد وشاح راح يصير مقحل؟ يمد الواحد منطق معناتها يمد خمسة <applause> يولي مشبع شوفي يولي مقحل مشبع شوفي المقحل كي قلبته قلبته قاطعه مغلقه ما بين كوليكتور ايميتور ومغلقة هو راك مغلق اذا مقحل مشبع اذا قطب التفريغ ينشط ولا ما ينشطش بما انه ولا مقحل مشبع ولا الدارة مغلقة ولا الدارة مغلقة، إذا هذا التيار اللي كان يجي من في يغير الاتجاه تاعو ولا ما يغيرش كي يلقى الطريق السهل يغير صحيح اذا واش يولي يا جماعه شوفوا يا معايا اذا التيار يولي يمشي بهذا الشكل كي يوصل النقطه هذه ما يروحش المكثفه يلقى طريق بسيط سهل ما فيهش المقاومات عبر مقحل ترانزستور ويروح روح دي اذا في هذه الحاله المكثفه واش صرا لها رؤى تقصرت ولا ما تقصرتش زدت تشحن ولا ما زدتش ما زدتش تشحن ايوا شوفي يا المكثفه مشحونه من قبل ولا مش مشحونه 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 ومكثفه مربوطه بجياندي مربوطه بجياندي ها لو كان تبعوا هذا الخط مقحل مشبه مربوطه وش راح تدير مكثفه في هذه الحاله كيف تتصرف المكثفه راح تولي تفرغ صحيح والتفريغ وش هو عباره عن واش؟ عباره عن واش؟ اذا تيار شوف التيار من المكثفة يمشي بهذا الشكل ويروح عبر قطب سبعه اذا المكثفة ماذا تفعله؟ تعمل على التفريغ عبر مقاومه اير 2 اذا نقول نكتبوا هنا المكثفه في حاله التفريق كيف حاله التفريق شوف هي كيفاش داله اسيه متناقصه تبدا تفرق كي توصل النقطه هذه يا رؤى النقطه هذه كده الجهد تاعها واحدة على ثلاثة بيس أيوة شوفي معايا بما أنه المكثفة تفرق واش يكافئها في صارت واش زيرو زيرو فولت خير هكذا بما أنه توصل المكثفة النقطة هذه اللي قلت لي واحد على ثلاثة في سي سي يتبدل جهد المكثفة ولا ما يتبدلش هاو تبدل إذا هاي نقصة الشحونة تاعها واصبح الجهد المكثف يساوي 1 على 3 بي سي سي، إذا هذا الخط كذا جهد تاعو. 1 <applause> على 3 بي سي سي وهذا خط نفس الكتلة، إذا جهد تاعو واش هو؟ 1 على 3 بي سي سي، شوفي الجهدين في المقارنة صف يتساووا ولا ما يتساووش؟ <applause> آه <applause> أيوا إذا تبديل في صوت كذا كانت بالأخير كانت زيرو. إذا في صوت واش تولي هنايا؟ يعني؟ واحد تولي واحد صحتي، إذا بما أنه في 2 زائد يساوي في 2 ناقص تساوي مدخلين وفي صوتي السابقة كانت واحد راح يحدث عملية تبديل في المخرج. إذا في صوتي 2 يا جماعة واش يساوي واحد؟ بما أنه في صوتي 2 يساوي واحد، إس واش يساوي واحد؟ معناتها إس أكتيف هكذا. والمقارن العلوي وش يخرج لي المقارن العلوي؟ بسرعة بسرعة ما تبهنيش. خرج لي زيرو، علاه يخرج لي زيرو؟ 2 على 3 في سي, سي جماعة أكبر من 1 <applause> على في سي, سي. إذا في صوتي وش نقوله؟ نقولوا؟ نقولوا في واحد ناقص أكبر من في واحد زائد تاع المقارن العلوي. إذا في صورتي ا وش يساوي زيرو فولت وفي صورتي ا هو اللي يغذي الار معناتها ار وش تساوي؟ الار تساوي زيرو فولت إذا اس راح تكون تكون مكتيفية أثر في المخرج والار تساوي صفر معناتها ديزاكتيفيا شكون يتحكم في المخرج اللي هو اس واحد وأس واحد 1 واش وظيفته التشغيل إذا كي وش يساوي في هذه الحالة؟ وش يساوي؟ واحد منطقي واحد منطقي صحيتي بما أنه يساوي واحد منطقي وش راح يصير المخرج؟ شوف المخرج راح يصير يتبدل يولي في سي سي واحد منطقي هي في سي سي ايوة بما أنه كي يساوي واحد كي باش يولي يساوي يساوي صفر واش يولي المقحل هذا؟ مانع يولي مانع كيولي كي مانع شو يولي قاطعة؟ مفتوح ماني. قاطعة مفتوحة صحيتي كي ولا قاطعة مفتوحة واش معناتها؟ دار هذه افتحها ولا ما افتحهاش؟ إذا واش واش حيصير المكثفة؟ إذا هذا التيار اللي يجي من بي سي سي واش نقول قطر سبعة خامل إذا هذا التيار اللي كان يروح للقطب السبعه واللي ولي يروح ولي اوبليجي عليه يروح المكثفه باسكو لا قطب سبعه راهو خامل اذا واش راح يصير المكثفه راهو درك واش راح يصير لها راح تزيد تعاود واش انا بالفي سي سي راح تعاود تزيد تشحن اذا كيف تشحن يا جماعه اذا هذا القطب خامل المكثفه في حاله الشحن واش راح تبدا تشحن بهذا الشكل شتيها المكثفه اثناء شحن المكثفه واش كيف واش يرافقو في في ساتو يساوي يساوي في سي هكذا من بعدها رؤى المكثفه كي توصل النقطه هذه وش تولي تساوي جهد تاعها؟ 2 آه، على 3 في سي سي اوكي كي تساوي 2 على 3 في سي تبدل بناص الطريق نرسموا هذا الخط قد ايش الجهد 2 على 3 في وهذا الخط 2 على 3 في اذا واش راكي تلاحظي المقارنه السفلي هاي بين قيمه تاعو 2 على 3 في سي اكبر واحد 3 في سي مدي زيرو المقارنه العلوي وش صار الجهدين؟ تساواو تمام يعني مش تبدي صحيتي اذا نكتبوا هذه بما انه في 2 زائد اقل من في 2 ناقص في صوتي 2 يساوي زيرو اذا اس شو يساوي زيرو اس شو ديزاكتيفي هكذا روحوا للمقارن العلوي تساوي جهدي مدخلين وكانت حاله سابقه تاعو صفر اذا في صوتي واحد راح يتبدل لواحد اذا r شو يساوي الار يساوي واحد وبما انه ار يساوي واحد ماك هو اللي يتحكم في المخرج والار شو يدير له تحكم كي يتحكم في المخرج كي واش يساوي يساوي صفر اذا المخرج هذا واش يصرى شوف واش يصرى يصارو عاود يهبط للزيرو شتي كيف هبط للزيرو وبما انه كي يساوي صفر كي واش يساوي واحد يساوي واحد بما انه كبار يساوي واحد ما يقحل واش يولي مشبع مشبع وكي يعود ما يقحل مشبع واش يولي يولي قاطعه مغلقه قاطعه مغلقه وبما انه اصبح قاطعه مغلقه قاطع عطل سبعه خامل ولا نشط ضرب يولي خامل يولي آه يولي ناشط صحيتي اذا قطب السبعه يولي نشط ايوا كيولي كي نشط هذا التيار هذا اللي كان يروح المكثف يزيد يروح المكثف ولا ما يزيدش؟ يزيد وين يروح هذا التيار؟ يروح عبر جيهة. قطب سبعه يعني عبر قطب سبعه جماعه علاه درنا هذه المقاومه ار واحد؟ علاه زدناها؟ علاه رؤى؟ علاه زدنا مقاومه ار واحد؟ تخيل لو كان ما كانش هذه المقاومه واش يولي؟ يولي في سي سي مربوط بواش تبعي؟ في باش مربوط يولي؟ يولي مربوط بالجي ان دي بما انه مصدر الفي سي سي مربوط بالجي ان دي يسموها دار القصر ما يسموهاش يسموها دار القصر واش ارتفاع رهيب في التيار هذا التيار وش راح يدير راح يتلف ان او 555 على هذه لا يزيدوا جمع ار واحد باه يحميوا ان او 555 باه يحموا المقحل الموجود داخل ان او 555 على هذه في ان او 555 في توليد اشاره الساعه يا جماعه ركزوا معايا توليد اشاره الساعه لازم على اقل مقاومتين ار واحد حمايه المقحل من من التلف صحيح اذا هنا بما انه التيار يمشي بهذا الشكل المقاومه مشحونه من قبل مش مشحونه مش واش تدير راح تفرغ عبر واش عبر ار 2 اذا في هذه الحاله واش نقولوا نقولوا باللي المكثفه تفرغ عبر ار 2 بهذا الشكل من بعدها المكثفه في حاله التفريغ وحاله التفريغ واش هي داله اسيه متناقص هكذا رؤى بعدها كي توصل المكثفه في تفريغ المكثفه واش يكافئها دي وش شي سيرو ونهار اللي توصل مكثفة واحد على ثلاثه في سي واش حزيد تعاود يولي هذا يساوي واحد على ثلاثه في سي اذا هذا قطب يساوي واحد على ثلاثه في سي والقطب الثاني كذلك يساوي واحد على ثلاثه في سي قطب الثاني وقطب الستة جهود متغيره باسكو تاثر فيهم المكثف من بعد بنفس الطريقه جماعه نعاودوا نخرجوا في سورتي 2 وفي سورتي ا بما أن في سي يساوي واحد في سي اذا في 2 زائد يساوي في 2 ناقص تساوي الجهدين راح حاله التبديل في صار من قبل واش كان؟ كان زيرو واش راح يولي؟ يولي واحد صاي اذا اس يساوي واحد اس راه ماكتيفي من بعد نروح للمقارن العلوي اثنين ثلاثه في اكبر من واحد ثلاثه إذن وش نكتبه؟ في سته بالناقص اذا واش نكتبوا في صار تي ا يساوي زيرو معناتها ار يساوي صفر ديزاكتيفي شكون اللي يتحكم في المخرج؟ اللي هو الاس كي يساوي؟ واحد, واحد ما. ولا واحد وبما انه كي يساوي واحد كي يساوي زيرو بما انه كي باي زيرو هو يقطع التغذيه على المقحل واش يولي مقحل؟ مانع كي يولي مقحل مانع قطب سبعه واش يولي؟ يولي خامل ما يفرغش وكي يولي قطب سبعه خامل واش راح يصرى؟ المكثفه واش راح يصرى لها؟ راح تعاود تشحن عبر واش؟ مقاومه ار اثنين مقاومه ار واحد و 2 اثنين اذا نجمعوا واش لاحظتوا؟ المكثفه تبقى متارجحه بين جهدي العتبه واحد ثلاثه وفي سي سي وتبقى متغيره قطب ستة قطب ستة هو اللي يحدد العتبة اللي سميته ثيرشولد اللي هو العتبة ما يخليش المكثفة تفوت 2 على 3 في سي سي على هذه يسمون قطب العتبة وقطب واحد على ثلاثة في سي سي يسمون قطب القادح ولا الإعتاق هو اللي يمد الأوتوريزاسيون المكثفة باه تعاود تشحن تحرير يعني حرر المكثفة ويخليها تعاود تشحن هذا اللي سماه قطب اثنين وقطب ستة شوفوا معايا رؤى هذه إشارة ساعة اسكو ولد إشارة ساعة ولا لا لا؟ راك تشوفي هذه عيشه تسعة متغيره دورية رو اذر واش هو بعد ما عرفت شفت فيها درنا قبيلها درسنا البنيه الداخليه وشفنا واش راهي صرا داخل ان او 555 وقدرنا نشوفوا تصرف المكثفه الشحن والتفريغ وقدرنا واش نعرفوا نعرفوا باللي في سورتي يا يساوي تي اش يساوي تي, يسوي تي وتبقى اشاره دوريه صحيح؟ أوكي كاين كاين واحد شويه هذيك بداية من زيرو فولت واحد ثلاثه في سي واحد على ثلاثه في سي جماعه ما رسمتها لكم شنا هذيك يسموها حاله عابره تجي اول مره في التركيب ومن بعدها ما نزيدوش نخدموا بها على هذه لو كان نقول لك اصلا ما رسم هذا اصلا بهذا الشكل ابدا من واحد ثلاثه في سي عادي اوكي هاي نكمل ورقة وراء هذوك شو هو الهدف تاعنا هدف تاعنا نخرجوا واش هو نخرجوا الدورتي دورتي واش هو هو عباره زمنيه انا كي في المكثف واش نعرف في المكثف نعرف نعرف بلي عندي واحد القانون ثابت واش هو كي يقول لك اي تركي فيه مكثفه الجهد بين طرفي المكثفه ماذا يساوي رأى؟ يساوي في فينال ناقص ما بين قوسين في فينال ناقص في انيسيال الكل في اكسبونسيال ناقص تي على طول هكذا قبيله في المستوى الثاني مستوى المتوسط لكم تي واجده صح ولا لا؟ جماعه دوك واش لازم ندير باه نتمكن باه نكون انسان متمكن لازم تي هذا باه نخرج الدور خير الدور هو تي لازم يخرج عبارة زمنية استخراج عبارة زمنية تي واش راك تلاحظ يا وين جاية جاية في اكسبونسيال صح ولا لا؟ بنخرج تي بنخرج تي نهبطوا هالستار رؤى واش يقول لك؟ يقول هذه الدالة الأسية خليها وحدها بدون معامل وبعدها اضربها في الان الان مع اكسبونسيال يروحوا واش يكون في الاكسبونسيال يهبط الخط هكذا دروك انا واش لازم نتخلص لازم في فينال هذاك شوف فيها في فينال لازم ننقلها للطرف الثاني من بعدها كي نكمل هذا المعامل في فينا ناقص في إنسا كي نقول لك معامل معامل معناتها حاجه في حاجه انتما تسميه معامل ا آه. نفترضوا في فينا ناقص في إنسا تسميه معامل ا آه. هذا كي ننقلو الطرف الثاني شو يولي يولي قسمه نهار اللي تبقى لي اكسبونسيال واحده ناقص تي على طو نضربها في ال باه نخلصو من طو هكذا هاي نبدا شوفوا يا جماعه اول حاجه اش درت اول حاجه اش درت في فينا هذه نقلتها الطرف الثاني تولي ناقص اوكي انا واش درت هذه في فينال ناقص في انيسيال في اكسبونسيال تي بما انه سالبه نقلتها الطرف هذي تولي موجبه وفي سيليتي موجبه ننقلها الطرف الثاني تولي سالبه ما نكثرش عمليه ناقص صاي دونك واش بقى لي رؤى بقى لي اكسبونسيال في معامل كيف انا ندي المعامل للطرف الثاني بما انه حاجه في حاجه كي ندير طرف ثاني تولي قسمه صحيح اذا واش تولي اكسبونسيال تي على طول واش يساوي يساوي في فينال ناقص في سيليتي والمعامل كي ندير طرف ثاني يولي قسمه يعني على في فينال ناقص في انيسيال درك نقدر ندخلوا عليها ديال لوغاريتم ما نقدروش على الطرفين نقدروا اذا نضربوهم في زوج في ال ان ان واش تولي المعادله تولي ال ان ناقص تي على طو في ال ان ما بين قوسين في فينا ناقص في سي تي على في فينا ناقص في انيسيا من بعد رؤى ال ان مع اكسبونسي واش وهذا وهذا يهبط يهبط للسطح من بعدها ناقص تي على طو واش يساوي ال ان في فينا ناقص في سي تي على في فينا ناقص اي في اي, اي. 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 هكذا من بعدها رؤى نقلت الطو طو كانت أه كانت الطو كنت كانت كانت تي على الطو كي نقلها طرف ثاني واش تولي تولي ناقص تي وشي سي طو في ان ام في فينا ناقص في اني لا في فينا ناقص في انيسيال من بعد هذه الناقص كانت خلص منها نديها الطرف الثاني أيوة جماعه كي ندي ناقص طرف ثاني يقول لك من خصائص الداله اللوغاريتمية اخي قريتها في الرياضيات يقول لك مثلا ناقص ان ا على بي لو كانت تي ناقص دخلها الداخل واش يولي يولي ال ان بي على ا هكذا هكذا يا شوفوا ناقص إذا كانت عندي ناقص تي في البسط كان في فينا ناقص في سي والمقام في فينا ناقص في انيسيال كي نحيت الناقص هذه واش لازم ندير محتوى ال نعكسه واش قلبت ها في فينا ناقص في اللي كانت في المقام واش قلبتها قلبتها باسطه واللي كانت في البسط في فينا ناقص في سي تي واش قلبتها مقام في هذه العباره اللي بديت فيها في المستوى الثاني سهله ماشي سهله ده. صحيتي دوك واش نديرو راه دوك واش نديرو نخرجوا عباره دارتي تي واش يساوي تي واش يساوي يساوي تي اش زيت تي تي اش خرجوها وحدها و تي خرجوها وحدها غير هكذا ها يا جماعه دوك بعد ما خرجت عباره زمنيه تي وعرفت العباره تاعها نخرجوا عباره دور تي تي واش يساوي هذا هو دور تي واش يساوي يساوي زمن مستوى العالي اللي هو تي اش زائد زمن مستوى المنخفض تي ومن بعدها نديروا نقاط واحد باسكو لازم نحوس تي اش وحدها ونحوس صحيت راح نبدا في تياش من اجل زمن مكثفه يوافق تياش زمن المستوى العالي اذا القانون اللي عندي واش هو عندي تياش يساوي انطلاقا من هذه العباره اللي خدمت بها تياش يساوي يساوي طو اش في ال في فينا ناقص في انيسيال على في فينا ناقص في سي هكذا واش مطلب مني يا رو نحوس على طو اش نحوس على في فينا وفي انيسيال وفي سي تي هكذا شوف معايا مليح اذا خي هذا هو تي اش شتيه اخي تي اش واش يوافق تي اش تي اش يوافق وش يوافق الشحن اذا هذه النقطه الابتدائيه واش نسميوها نقطه ابتدائيه نسموها في انيسيال والنقطه هذه, هذه, هذه اللي هنا هذه نقطه ها شتي سميتها في انيسيال والنقطه هذه اللي هنايا واش نسميها في سيليتي ما نسميهاش في فينال في سيليتي وفي فينال لو كان نخليو المكثفات تشحن ماكسيمو تاعهم راح يروح الجهد تاعها وين أور في فينال في فينال وين يقول؟ يقول في سي سي، أكبر قيمة يوصل لها في سي سي، إذا في فينال أيوا هذه في سي تي، إذا في فينال يساوي في سي سي، وأنا شرحتها لكم مليح في المستوى الثاني. أوكي، إذا هاني لقيت الجهود، كلش بقى لي؟ طو أش، المكثفة تشحن عبر واش؟ بلا ما شفناها المكثفة. تشحن عم. تشحن المكثفة عبر إر واحد 2 كما كنا نشرحوا، خيت هي من في سي سي، بعدها مر على إر R1 وبعدها بعدها إر 2 لقيناهم على تسلسل. إذا طو أش شو يساوي يا في هذه الحالة؟ يساوي مقاوم المكافئة اثناء الشحن هي مجموع المقاومات باسكو على التسلسل في سعة المكافئة المكافئة إذا مش لقيناها طو اش يساوي ار واحد زائد ار اثنين في كل في سي من بعد هذو القيم واش نعوضهم نعوضهم في تي اش هكذا ها نعوضوهم نعوضهم إذا تي اش واش يساوي يساوي طو اش ار واحد زائد ار اثنين في سعة مكثفة. في فينال هو في سي سي ناقص في انيسيال في سي سي على ثلاثة على في فينال في سي سي على في سي, سي. على في سي دي تي اثنين على ثلاثة في سي وكي نحسبوا هذو راه واش نلقاهم الان شنو قال لهم ال ان ال صحيت اذا تي اش واش تساوي ار واحد زائد ار اثنين في سي ال ان لقيت تي اش واش مازال يخصني ضرب بهنا لقى الدور بقى لي تي صحيت اذا من اجل زمن مكثفة يكافئ زمن مستوى الادنى ايوا راكم تلاحظوا باللي تي إل واش يوافقوا يوافقوا مكثفة في حالة التفريغ اذا تي إل عباره عامه تحوش تساوي جمعها تي عشوش تسوي تسوي إل واش تساوي تساوي تو ال نحسبوها في ال ان في فينال ناقص في انيسيال على في فينال ناقص في سيت هكذا من بعدها نفس الطريقه هذه هي التفريق هذه هي النقطه الابتدائيه هذه شو نسميها في انيسيال النقطه هذه شو نسميها في سيليتي ولو كان نخلو كيف تفرغ الماكسيموم تاعها وين راح تروح لو كان نخليها تفرغ الماكسيموم تاعها تروح للزيرو خير اذا في فينار شو يساوي جماعه يساوي زيرو اذا نعوضوا في انيسيال يساوي 2 على 3 في النقطه الابتدائيه في سيليتي هذه واش تساوي تساوي 1 على 3 في سي سي وفي فينال مكثفة اثناء التفريغ لو كنخلوها مالانيه هذا الزمن راح تتفرغ صايي تساوي زيرو صحيتي من بعد هذه القيم واش باقي مازال يخصنا ط ال المكثفه عبر واش بلا غير شفناها تفرغ عبر ار2 نورمالمون قطر 7 ايوا إذن تفرغ المكثفه عبر ار2 فقط تبدا تيار من المكثفه وين يروح يروح لقطب 7 إذن ط ال جمع واش يساوي يساوي ار2 في سي هكذا اذا تي يساوي في فينا صفر ناقص في على ثلاثة في سي سي على صفر ناقص في سي تي اللي هي تساوي على 3 في سي كي مع روح هذوك نلقاهم نلقاهم اثنين اذا تي ال يساوي سي اذا لقيت تي اش تي ال دوك واش هو الهدف تاعي على الدور نقدر نلقى الدور ولا ما نقدرش بتعويض تي اش في واحد نجد دور تي يساوي؟ يساوي تي اش هذه هي ار واحد زائد ار اثنين في سي ال زائد واش؟ تي وش تساوي؟ ار اثنين في سي ال اثنين، من بعد واش لازم نديرو هنا عامل مشترك، واش هو العامل المشترك؟ سي ال ان اذا تي يساوي؟ يساوي ار واحد زائد ار اثنين ار اثنين باسكو في الشحن والتفريق في سي <applause> ال من بعدها اذا تي يساوي؟ اللي شفناها في البداية تاع المبتدئ إذا دورت يوشي يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن زي مقاومة المكافأة أثناء التفريغ كل في واش سعة المكثفة المكافأة كل في واش في آلان اثنين المقاومة المكافأة أثناء الشحن وش يقصد بها اتبع مسار التيار من في سي سي إلى المكثفة سي اه تيار مقاومة اللي عليها تيار تدخل في الشحن ومقاومة المكافأة أثناء التفريغ اتبع مسار تيار من مكثفه سي الى قطب سبعه اللي مقاومة اللي يمر عليها تير 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 هذا سبعة. هي مقاومه التفريق في ساعة المكثفة في الان ثنين. والان وصلنا الى نهايه الحصه. اتمنى لكم توفيق في دراستكم. ليلتكم سعيده وواقعكم اجمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.